مشاهدينا باسمكم باسم فريق عمل مساء الخير يا كويت، نرحب بالفنان الكاريكاتيري بدر ناصر بن غيث. حياك الله ويا هلا ومرحبا فيك. اكيد انت كنت موجود مساء معنا في لقائنا اللي قبل هذا اللقاء ان شاء الله، وكنت ترسم رسمه مرتبطه في الموضوع اللي تكلمنا عنه عن دور الرعايه. صحيح. وابنائنا ابناء الكويت. اكيد اول شيء شكرا للقاء هذا الاستضافه. اكيد يعني احنا كرسامين كاريكاتير كثير منكم يعرفون بان رسم الكاريكاتير مهم جدا ورافد من روافد الاعلام الحديث سواء في الصحافه الورقيه او حتى الالكترونيه، واكيد احنا نحاول ندعم القضايا بشتى انواعها ومجالاتها خدمه للمجتمع. نعم. اللي تابع يعني اللقاء وشافك قاعد ترسم، يعني انا ودي اوضح للمشاهد الكريم شنو كنت قاعد ترسم. انا امانه شدني الموضوع مساله دور الرعايه واهتمامهم في كثير من الفئات سواء الاطفال او غيره، فحبيت اوضح بان هذا الجهد وهذا الكبير ممكن يحول افراد المجتمع انهم يتلاصقون يتحولون الى اسره واحده، وهذا اكيد يعزز ان يكون المجتمع متكافل في كافه قضايا. فنحاول كثر ما نقدر نقدم لوحه او رسمه مو تعالج ولكن تقدم الصوره الايجابيه لهذا الموضوع. نقدر نشوف الرسمة؟ اي يعني انا ما اخلص منها بس انه هي فكرتها انه موظف من وزارة الشؤون الاطفال اللي حواليه تمام؟ فممكن اذا بيشوفونها ان شاء الله نحاول يعني بحاول حطيت اكثر يعني اي يعني سمعت مثلا الام البديلة، حطيت مثلا ام موظف من الوزارة مثلا. نعم. الاطفال تكلموا اعتقد عن الاعتيادات الخاصة، يعني احاول الم العناصر. نعم. اللي تكلموا فيها. نعم. في الموضوع. يعني من كلامك افهم ان فن الكاريكاتير له رساله. صحيح. شنو هذه الرساله؟ ما في شك رسم الكاريكاتيري للصحفي بالدرجه الاولى يقدم معالجه لقضيه ما، اما يدعمها اذا كانت قضيه وطنيه اجتماعيه او ينتقد في جانب اخر تساهم في تنفيه المجتمع لان هذه القضيه مهمه وبالتالي مطلوب حلها في اسرع وقت، او احيانا ان ننبه على انه في خطر قادم في اي قضيه جدا. نعم نعم. طبعا عيد سالك قال هي رساله، متى تكون رساله لاذعه؟ لاذعه اذا مثلا الشخص او الجهه او التوجه رايحين له مو حاس بالموضوع، بالتالي نحاول شوي يعني قولتهم نزيد العيار شوي يعني تصير الرسمه قرصه شوي اي فتنفهم يعني على قولتهم. نعم. البعض يعني يعجب بفن الكاركتير ولكن لما ترسمه يزعل. طبعا. صحيح. شنو هالاسباب يعني هذا الاختلاف؟ هو طبعا الاسباب نوعين. السبب الاول ان انت حولت الى شخصيه عامه وبالتالي الكل راح يشوفه ينتشر. الشيء الثاني الجانب ان انا بالنهايه راح ارسم ملامح. اي هو يبي طبق الاصل. اي طبق الاصل وتعدل عليه وتضبطه. لا ما في طبق الاصل، انت راح تبالغ تعطي ملامحه. اي طبعا تحافظ عليها لكن تبالغ فيها، تكبر مثلا شيء في ملامح وجه ما تشوه. يزعلون. الحين يمكن شوي الجمهور يتقبل. تقبل. اي شوي يعني شافوا الناس. نعم. برا يسافرون يشوفون، لكن في بعض الاحيان لا شوي يزعلون شلون بالغت شلون كذا. وفي جانب اللي هو نرسم الاشخاص. اي وفي الجانب لا المواضيع اللي هي اليوميات تصير في المجتمع سواء محليا او حتى خارج. حتى القضايا الاجتماعيه. اكيد اكيد موجوده. رسماتك على هذه عن رمضان والخياطين لما صارت في ازمه خياطين. وغيرها يعني بالتالي احاول اقرب. انت تواكب الحدث، تواكب مثل ما يقولون الحين في لغتنا وتدري التكنولوجيا الترند تقريبا. مو بالضروره لكن احيانا تحتاجين تواكبين. واحيانا لا انا ما امشي مع التيار، في قضيه انسانيه يمكن ما حد يدري عنها. انا اروح ابرزها. احلى ما فيها انها تكون زي ما انت ورود يعني برموز قاعد توصل. صحيح. رساله برمز وكلمه فوقها. صح. توصل الرساله. سبع ثواني تشوفها تفهمها. زادت راحت الفكره خلاص. زادت راحت الفكره. ان زادت تفاصيل وحطيت وما فهمت بسبع ثواني إذا في مشكلة بالرسم. في مشكلة بالرسم. بالتالي يعني الرسم يكلمنا. نعم. الرسم اللي يتكلم. كل ما خففت الكلام وصار التركيز على العناصر. خليت المشاهد المتلقي أذكى أنه يحلل الرسمة. ويفترض تكون الرسمة واضحة ما فيها رماديات. نعم. يا أسود يا أبيض. الفنان بدر يعني شيء بشيء يذكر، حضرتك معلم تاريخ. أي ما شاء الله. ومدير مساعد. صحيح. طيب موهبتك الفن موهبة. نعم. يعني كل الفنون موهبة. شلون يعني صرت فنان كاريكاتير؟ هل هذا شيء قديم من قبل ما تصير معلم؟ شلون طورت هذه الموهبه؟ يعني وانت مثل ما ذكرت ان الرسمه لازم تتكلم، الرسمه. صحيح. فيها رساله. صحيح. وفيها فن معين، فيها تكتيك معين لا يزيد عن حده. اكيد لا يضيع المتلقي. نعم نعم. لا انا البدايه كرسام تشكيلي عادي، لكن اخترت مجال الكاريكاتير بناء على موقف صار في الجامعه وانا ادرس في الجامعه. لكن دراستي تاريخ.
أيه. ولما تعينت في التربيه كمعلم لقيت ان في امكانيه اني انا اوظف الرسومات هذه اثناء الشرح او ارسم بعض الاشياء اللي ممكن تسهل عمليه فهم الماده العلميه. نعم. خاصه التاريخ في قصص كثيره فارد ارسمها حق الطلبه. حلو. واحيانا في النشاط الطلابي اللي يقام في المدارس انا كنت احضر كل يوم نشاط داخل ساحه العلم ارسم الطلبه. فصر في علاقات بيني وبين الطلبه وبين الزملاء، وهذا كل اسبوع نسويها احنا. أيه. غير عمليه ان انا يعني شلون له علاقه الكاريكاتير في التاريخ، هذا التاريخ انا ابحث عن حقيقه اقرا فيها. الكاريكاتير لما انا ارسم لابد ابحث عن اصل الحكايه نفسها من وين، ففيها بحث. نعم. من الناحيتين انت صار في بحث. نعم. واحلى ما فيكم رساله تكون واضحه. نعم. سريعه. نعم. الوصول. طبعا احنا مخرجنا يقول لازم نختم بس اخر ثواني بس سؤال، هل مرات تغنيك الرسمه عن الشرح؟ اكيد. حق الطلبه؟ اكيد، انا احط رسمه بدايه الحصه لما كنت ادرس. أيه. يلا يا شباب قولوا لي شنو الموضوع؟ نعم. فكره مختصره. صارت خلاص. جميل. كمل الدرس. هذا ترى طريقه حديثه حتى في ايصال بعض الرسائل المهمه بطريقه بسيطه جدا ومحببه للاخر. الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يحفظك. ومشكور على قبول هذه الدعوه في هذا. يعطيكم العافيه. ما قصرتش. حياك الله ويا هلا ومرحبا فيك. نشكر ضيفنا الكريم الكاريكاتير بدر ناصر بن غيث على حضوره وعلى الرسمه اللي رسمها اكيد وقته. بارك الله في الجميع، ان شاء الله وصلنا معكم لختام هذه الحلقه، في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى اللقاء.